براويكم التقرير الجاي واعطوني الاستاذ عيسى الكندري وزير البلدية والمواصلات، اعطوني والوزير. وطبعا لازم نذكر هنا ان في مدير عام بالبلدية، ومدير عام البلدية المفروض يتحمل ايضا مسؤوليته، وايضا لازم مو بس استاذ عيسى يتحمل ايضا مسؤوليته، ايضا المدراء يتحملون مسؤولياتهم، مدير منطقة العاصمة الحمدي ايضا يتحملون مسؤوليتهم. شوفوا استهتار هذه الشركة، وشوفوا العمالة البنغالية بني بنغال شلون يركبون بالحفارة، وشيء مخجل، لأن لو قدر الله طاح العامل يموت. مع الوزير نبي شد على المراقبين شوية. أعطوني التقرير. ولا تسمع راح نقرا قصة الزرازير، واول زرزور بعد شوي راح نقول قصته في نهاية البرنامج. عموما من الى البلدية